الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. أنا صليت ثلاث لو أربع. طاهر صليت ثلاث. خلني أعيد أحسن. ألو. مرحبا جلال، كيف الحال؟ هلا حبيب، حياك الله. متى بتنفذ الوعد اللي بيني وبينك؟ جلال، أنت تتعب نفسك وتهلك روحك بهالتفكير. صدقني يا حبيب، الكلام اللي تقوله كله أنا عارف إنه، وأنا قاعد أتعذب. أنا أبي أتخلص من الوسواس. يعني التطبيق محتاج إلى عزم وإرادة. حتى العزم والإرادة ما تجيني. تفكر يا حبيب إن أنا مرتاح. العزم والإرادة ما تجيب نفسها، مطلوب منك أنت بعد تتقدم إلى الأمام، بادر. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا حبيب، عيدكم مبارك. ايامك سعيده، كل عام وانت بخير. ها جلال، فتحت الهديه؟ تطرشت هالبيت؟ لا، عن طريق التليفون. أنا صار لي شهر ما فتحت التليفون. الوسواس مرض خطير، إذا ما انعالجه في البداية راح يتعقد ويصعب علاجه في المستقبل. وهذا المرض هو مرض شيطاني، يعني إن الشيطان يوسوس للإنسان بحيث يشغله عن العبادة، وخصوصا العبادة التعبدية لله سبحانه وتعالى. علاج هذا المرض التعوذ بالله سبحانه من الشيطان الرجيم قبل كل عمل، ليس للصلاة فقط، التوجه لله في كل عمل، والخشوع في الصلاة، وعدم الركون للدنيا، العمل بالقاعدة الفقهية، إن كل شيء طاهر حتى تعلم نجاسته. العمل بالقاعدة الفقهية التي تقول أن كثير الشك في الصلاة لا يعتني بشكه وصلاته صحيحة، كذلك الشك بعد الفراغ من الصلاة لا يعتنى به لأنه من الشيطان. وأهم شيء للتخلص من هذا المرض هو التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأيضاً قوة الإرادة. أنت لازم تتخلص من هالأوهام وهالوسواس. يا ريت يا ريت، بس مو بيدي. أنا أبي أتخلص من هذا الوسواس. ما أدري شلون أفهمك، المشكلة ما بتحس باللي أنا فيه. يا جلال يا حبيبي، أنت لا تفكر اللي صايدنك مو مؤثر عليه، بالعكس أنا تعبني هاللي صايدنك. لا، لا يرضي الله ولا رسوله. أنت مأدي نفسك. أنا بما عندك وعد، وعد قاطع أنك تطلع من هالوساوس الشيطانية،
وما ترجع لها مرة ثانية. وأهم شيء للتخلص من هذا المرض هو التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأيضا قوة الإرادة. أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الدنيا ألوان، ألوان هاي الدنيا ألوان. ناس تغيرت ماضيها نسيت، والحاضر هوان. هاي الدنيا ألوان، بعد طبع الوفا من خان. هاي الدنيا ألوان، لكن يبقى الأمل بالهمة والعمل والصحوة والإيمان. هاي الدنيا ألوان، ألوان هاي الدنيا ألوان، ألوان هاي الدنيا ألوان. ناس تغيرت ماضيها نسيت، والحاضر هوان.